السلام عليكم. غيرت مجرى الدهر يا سبتمبر، والدهر عن مجراه لا يتغير. وثللت عرشا ضاربا أطنابه، وعليه كسراه العنيد وقيصر. وثأرت للمستضعفين وفيهم من شدة الآلام ما لا يثأر. هكذا تحدث شاعر الجمهوري إسماعيل إسحاق عن مجرى التاريخ الذي تغير بفعل النضال وكفاح الطلائع الجمهورية، والتي كان من ضمنها القائد المؤسس لتحولات الجمهورية المشير عبد الله السلال. يقول مهتمون بشأن الجمهوري إنه قائد التحولات في التاريخ الوطني الحديث، ومعه طلائع الحركة الوطنية الجمهورية الذين أوقفوا سلسلة الظلام الإمامية ووضعوا حجر الأساس لأنوار المشروع الجمهوري الحيوي والمشرق. والمتابع لتاريخ السلال كقائد مؤسس للجمهورية سيجد حضوره البارز منذ اللحظات الأولى للحركة الوطنية، حيث شارك في ثورة الدستور عام 48 وتم سجنه وفي إثرها أخرجه محمد البدر حميد الدين من السجن. يقول متابعون إن في هذه الخطوة قدروا الجمهورية للإحاطة بالبدر من عرش الإمامة، وبعدها أصبح رئيس الحرس لولي العهد، وقد كان حينها مشتركا في تنظيم الضباط الأحرار. في 26 سبتمبر قامت الثورة على النظام الإمامي من قبل مجموعة من الضباط في الجيش، وأيدها قطاع واسع من الشعب، ودعمت دعما عسكريا واسعا من الجانب المصري ليصبح أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية شمال الوطن. إذن مشاهدينا الكرام، حول القائد المؤسس المشير السلال من السجن إلى الثورة إلى رئاسة الجمهورية ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون فيها ضيفي الكاتب والمحلل السياسي محمد المقبلي. فمرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ عاشي. أهلا بك. بالتأكيد هذه حلقة دسمة ستكون إن شاء الله بحديثنا عن السلال لنحتفظ بذاكرة الجمهورية، ولكن بداية دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. في الخامس من مارس آذار 1994 توفي المشير عبد الله يحيى السلال في العاصمة صنعاء. لم يدرك الكثير من اليمنيين أن الجثمان الذي شيع بعد أكثر من 30 عاما من قيام الثورة هو جثمان القائد المؤسس للجمهورية. 30 عاما غيب فيها المشير السلال من أدبيات الجمهورية الرسمية ومناهج التعليم ووسائل الإعلام إلا فيما ندر. السلال الذي ولد في العام 17 من القرن المنصرم في صنعاء تفتح ذهنه الشاب بعد سفره إلى العراق ضمن أول بعثة عسكرية عام 1936، وتخرج منها برتبة ملازم ثان، وحمل كغيره من الضباط الأحرار هم تخلص شعبه من حكم الإمام. فبعد تخرجه وعودته شارك في الثورة الدستورية عام 1948، وأودع سجن نافع بحجة في نفس العام، وقضى في السجن أكثر من 7 سنوات. في عام 1955 أي عقب الحركة الثورية التي قادها البطل أحمد الثلاية ضد الإمام أحمد، أفرج عنه الإمام البدر، وشغل مناصب عدة بعد ذلك، أبرزها وآخرها قائد للحرس. ظل هاجس الثورة ضد الإمامة حاجة حاضرة في ذهنه ووجدانه، كما ظل مرتبطاً بالخلية السرية لتنظيم الضباط الأحرار في ثورة 26 من سبتمبر. قاد السلال انشقاقاً داخل الجيش الملكي وفتح مخازن السلاح للثوار. بعد ذلك بيوم واحد أعلن عن تشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة العميد عبد الله السلال، فكان بذلك أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية. كان وصول السلال لرئاسة الجمهورية وهو الذي تلقى تعليمه بمدرسة الأيتام بصنعاء نموذجا حيا على مبادئ وأسس الجمهورية، الجمهورية التي نقلت السلطة من الأئمة التي احتكرتها لألف عام وسلمتها لابن فلاح من أوساط الشعب، وأعادت الحكم إلى يد الشعب في أبلغ تجل سياسي للجمهورية وحكم الشعب نفسه بنفسه. ساهم السلال عقب ذلك ومعه أحرار الجمهورية بتأسيس أهم تحول سياسي في المنطقة آنذاك، امتد حكمه من 62 حتى أطيح به بانقلاب في الخامس من نوفمبر 1967 أثناء زيارته للعراق، وكان ذلك قبيل حصار 70. عمل خلال فترة حكمه على تأسيس أول جيش وطني يمني، كما ثبت الجمهورية في محيط ضيق محاصر من الملكيين، وانكسرت عزلة اليمنيين وانفتحت سياسة اليمن على العالم.
غادر السلال منصب رئاسة الجمهورية تحت ظروف اللحظة الجمهورية الحرجة حينها، لكنه عاش كمواطن جمهوري في ظل التغييب الممنهج لحضوره في ذاكرة الأجيال التي لم تعرف الكثير عن القائد المؤسس للجمهورية. إذن مشاهدينا الكرام، ونحن تفصلنا يومان تقريبا على ثورة 26 سبتمبر، يعني نجسد هذه الحلقة لتخليد الذاكرة الجمهورية بقائده المؤسس محمد. يعني بداية برأيك، كيف يفترض باليمنيين أن يستقبلوا عيد 26 سبتمبر وذكرى في مثل هذه الظروف التي تعيشها اليمن؟ من وجهة نظري هو أن نستمر في هذا الطريق الصحيح من إعادة بناء الذاكرة الجمهورية وتحصين المجتمع اليمني بالفكر الجمهوري وبتاريخ الحركة الوطنية لسبب بسيط جدا. لو أن المجتمع اليمني والطلائع والنخب والتيارات السياسية والتيارات الاجتماعية والأجيال التي تعلمت في المدارس وفي الجامعات كانت قد تحصنت بالفكر الجمهوري ما تجرأ النظام الذي كان يحكم باسم الجمهورية على توريث الحكم وتحويله إلى حكم عائلي، وهذا نسف الجمهورية، وما تجرأت الجماعة الحوثية الإمامية التي هي امتداد لسلسلة الظلام كما أشار إليها التقرير من إعادة إنتاج مشروع الإمامة والإنقلاب على مشروع الجمهورية اليمنية الاتحادية ممثل مخرجات الحوار الوطني في هذه المرحلة. الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، كثير من الجمهوريات، كثير من الدول التي صنعت التحولات الحضارية، تلاحظي كان هنالك نقطة معينة، أن جيل التأسيس والتحول إلى الإمبراطوريات الحضارية والدول الوطنية الحديثة والتقدم والتحول الاجتماعي والتحول الاقتصادي كان يحظى بتخليد في ذاكرة الأجيال. جورج واشنطن مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية صورته تم صكها على العملة النقدية وبالتالي حاضر في عجيل. نابليون بونابرت هنا في تركيا مثلا، كمال أتاتورك كمؤسس للجمهورية الحديثة، كما تناقشت أنا وأنت في أحد الجلسات، أنه لا يزال يحضر في ذاكرة الوعي الجمهوري. بمعنى آخر، لا يستطيع أحد أن يتجاوز مكتسبات الشعب الوطنية والتاريخ الجمهوري التراكمي في أي دولة في العالم إذا كانت محصلة في وعي الجماهير مهما يكن طبيعة الحركات السياسية التي تصل إلى منصة الحكم. نعم، إذن محمد، يعني نحن لاحظنا أن هناك ربما تغييب ممنهج للسلال ولدور السلال في مرحلة معينة أو زمنية معينة، ربما يتفاجأ بها الشباب الآن بعودتهم لتاريخ 26 سبتمبر وقراءته. لم تكن بالقليلة، يعني 5 سنوات بعد الثورة مباشرة، كان له جهود منذ ثورة 48، مر بمراحل عديدة. لماذا برأيك يعني كان هناك تعتيم إعلام تعليم بعد عودة السلال إلى اليمن، في بعد عودة الرئيس السابق المخلوع له بالعودة لم يشارك في أي فعاليات، لم يتم الاهتمام به، لماذا؟ أولا يجب علينا أن نأخذ فريقين. الفريق الأول، من هم المهتمون بالسلال؟ هم أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير والمشروع الجمهوري القائم أساسا على فكرة المساواة وفكرة المواطنة وفتح الدولة لكل أبناء الشعب بدون تمييز طبقي أو تفرقة. الجانب الثاني، من كانوا أعداء السلال باعتبارها رمزية ووطنية سياسية. هما فريقين. الفريق الأول هو فريق تم تشويه السلال من داخل المعسكر الإمامي لدرجة كبيرة أنه ألصقت به كل التهم. مثلا على سبيل المثال، كانت الأئمة عبر أدواتهم الموجودة في المجتمع يرددوا بعض الأغاني ويتهموا فيها السلال اتهامات طبقية واتهامات لها علاقة بديانته، من بينها أنجى الإمام أحمد يقوم يعين تديول السلال وهو مزين. الأغنية الثانية الشعبية كانت تقول عبد الله السلال يا يهودي يا صاحب الزنار لا بين الأيدي. هذه عملية التشويه المنهج كانت من قبل الطبقة السلالية الحاكمة التي حكمت الشعب فكرة الاستعلاء وجردت اليمنيين من حكم بلدهم، وأنتجت مجموعة من النصوص الدينية باسم الحق الإلهي تجرد أبناء الأرض من حكم بلدهم وتفرض عليهم الدخلاء. الجانب الثاني وهو الأسف الشديد، أنه تم تغييب عبد الله السلال من قبل السلطة التي كانت تحكم باسم الجمهورية، وهي غيبت السلال وغيبت الكثير من الرموز التي كان لها حضور شعبي وكان لها حضور أيضا أساسي قائم على فكرة المواطنة. وكانت هذه عبقرية ثورة سبتمبر، أنها دفعت بأحد أبناء الشعب البسطاء، الفلاح، ابن الأرض، ابن التراب، الرجل الذي كان متواضع مع الشعب، وأيضا عندما تخلى عن السلطة تخلى عنها بنزاهة، لم يقول ستسيل الدم إلى الركب، فكانت تعمل على كل تغييب كل الرموز والأيقونات باستثناء الأيقونات الذي كان لها حضور شعبي. الزبيري كان لها حضور شعبي بحضور الأدب، الفضول كان لها حضور شعبي بحضور الأدب أيضا، عبد الرحمن الإرياني أيضا
كان لها حضور وايضا تم تهميشها بشكل معين. احمد محمد نعمان ايضا كان له حضور سياسي وبالذات حاضنه اجتماعيه موجوده مثلا في تعز وفي كل انحاء الجمهوريه، لكن عبد الله السلال باعتباره كان القائد المؤسس فكانت كل عمليات الشائعات والحقد الممنهج مثلا وتغيبه من ذاكره الاجيال تتم سواء من داخل السلطه التي حكمت باسم الجمهوري وغيبت كل ايقونات سبتمبر، حتى آخر أيقونة غيبتها هو أنها غيبت دبابة المارد من ميدان التحرير. نعم. عندما كان أحمد الكحلاني أمير العاصمة سحب دبابة المارد من ميدان التحرير وأخفاها بحجة بناء النفق الذي كان يربط باب السباح والتحرير، لكن في جوهره أن كان اللوبي الإمامي داخل أحشاء الدولة الجمهورية هو الذي عمل على طمس كل الملامح الجمهورية، وأيضا عملية التغيب المنهجة أيضا التي تمت من قبل السلطة الجمهورية. تخيلي أن أول رئيس مؤسس للجمهورية كان يتم إيجاد الشعلة في ميدان التحرير ولم يدعى اليوم واحد لإيجاد الشعلة داخل ميدان التحرير، لم تتضمن المناهج الدراسية تخليد هذه الذاكرة الجمهورية العظيمة من ثوار سبتمبر، لم يتضمن الإعلام حلقة واحدة محترمة تقوم بعملية إنصاف خلال 33 سنة كان يتم اختزال المشروع الجمهوري يعني. وهو توفى في بداية التسعينات يعني كان في إمكانية معقولة ل يعني تخليد ذكراه لعمل حوارات معه لو كان هناك يعني إنصاف أو توجه لهذا الشأن. عملية التغيب كانت تتم لأسباب كثيرة، أولا الحكم الجمهوري هو حكم قائم على حكم الشعب نفسه بنفسه، كما أنه حكم يتناقض مع فكرة حكم الفرد وأيضا يسعى إلى تأسيس دولة المؤسسات، فتم ضرب المشروع الجمهوري بمرحلتين. المرحلة الأولى الضرب المؤسسي والذي تم فيه في إفراغ مؤسسات الجمهورية في مقدمتها مؤسسات الجيش وضرب عقيدتها الجمهورية الوطنية، ثم إفراغ المؤسسة الاقتصادية، ثم إفراغ بنك الإنشاء والتعمير الذي كان مشروع جمهوري يهدف إلى بناء مساكن لذوي الدخل المحدود، ثم تم إفراغ البنك الزراعي وكان يهدف إلى التنمية الزراعية، ثم بعد ذلك تم ضرب المشروع الجمهوري من خلال ضرب الذاكرة الجمهورية وتغييبها واختزال فكرة الجمهورية كفكرة الفرد الواحد. تصوري أنه في أعداد صحيفة الجمهورية يتم عمل مانشيت عريض اسمه الأهداف الستة لسبتمبر، ثم تنزل في الصفحة وفي غلاف صحيفة الجمهورية الصور الست لعلي عبد الله صالح، كان يعني في كل هدف لديه صورة بالضبط، يعني حتى أنه يعني ربما أراد أن يتحول حتى إلى شاعر غنائي في التوجيه المعنوي، وكان يعني فكر في يوم من الأيام أن يكون شاعر غنائي ويطبع له مثلا كتاب موجود كان في دائرة التوجيه المعنوي، ودائرة التوجيه المعنوي أيضا التي كان يرأسها علي حسن الشاطر وهي التي كان من المفترض أن تكون هي الذاكرة التي تحفظ المشروع الجمهوري، تحفظ رمزياته، تحفظ تاريخه، تخلد الفكر الجمهوري كمشروع فكري وكمضمون وكرمزيات. وأكسى تغيب أنا من وجهة نظري الشخصي هو حصل لكثير من الشخصيات المجهولة الذي بعضها مثلا تظهر مثل محمد المحلوي مثلا، مثل محمد ضيف الله، مثل أيضا ابن النعمان الابن محمد وهو صاحب كتاب القضية اليمنية والجهات المعنية، تم تغييب أيضا عبد الله السلال. وعبد الله السلال لماذا مثلا جرح غيابه أثر بشكل كبير جدا؟ لأنه يتعلق بواحد اسمه القائد المؤسس، هذا القائد المؤسس للمشروع الجمهوري في أي دولة يحتل حضور بارز في ذاكرة الأجيال وفي منهج التعليم وفي الإعلام. إذن اسمح لنا أن ننضم في حوارنا الجميل هذه الليلة اللواء أحمد قرحش أحد مناضلي ثورة 26 سبتمبر عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير سيادة اللواء وسبتمبر مجيد. سيادة اللواء هل تسمعني؟ لا أبدا الصوت ضعيف جدا. نعم إذن سأرفع صوتي قدر المستطاع، أتمنى أن تسمعني جيدا الآن. بداية سبتمبر مجيد عليك وعلينا جميعا سيادة اللواء أحمد، يعني وأنت تمثل أحد رموز ثورة 26 سبتمبر المجيدة في هذا التوقيت قبل 54 عام، نود أن نسترجع معك أبرز ما تحتفظ به ذاكرتك سيادة اللواء. شكرا كثيرا، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وبالصحة والسلامة، وإن شاء الله تكون اليمن في خير بإذن الله. بالنسبة لهذا الحدث العظيم هو حقيقة يعتبر من أهم الأحداث التاريخية الإنسانية في حياة الإنسان اليمني. نعم. وهذا اليوم طبعا لا يمكن أن ينسى في ذاكرة اليمن أو أيضا في ذاكرة الدول الصديقة والشقيقة بالدرجة الأولى، لأنه كان يوما له
دوره وتأثيره وفعاليته في المحيط اليمني والمحيط الإقليمي، أعني الدول العربية سواء كانت المؤيدة أو المعارضة. وكان 26 سبتمبر كان إنقاذا لأمة يمنية يقال أو يكاد أن يقال عليها لأنها ربما كانت أن تنقضي، لأنه الحكم الذي بسط سلطته الجائرة كان هو في غاية التخلف، وهذا التخلف الذي عشعش في السلطة في سلطة ما قبل 26 عكس نفسه على المواطن الذي أصيب بالتجهيل، بالفقر، بالمرض، بالتخلف الاقتصادي الإنساني، أيضا التمييز الطبقي، أشياء كثيرة جدا كان اليمن لما يتحدث عنه الزائر لا يصدق، لأن هناك شعب مثل شعب اليمن في حالة من التخلف والبؤس والفقر والمرض والجوع. نعم سيدة اللواء، يعني هل تشعر بخيبة أمل في ظل ما يحدث من تقلب للأحداث ومحاولة عودة منصورتم عليهم في 26 سبتمبر للحكم مرة أخرى؟ لا أبدا، سبتمبر وجد ليبقى ولا يمكن أن تطغى عليه أي قوة مهما كانت قدرتها أو رؤيتها أو طريقتها في محاولة القضاء عليه، لأنه هذا الحدث التاريخي الشعب اليمني بكامله دخل في حياة جديدة بما فيها حياة النضال، حيث حمل كل فرد عنده القدرة على حمل السلاح حمل السلاح دفاعا عن الثورة. وقابلته في بدايته قوى كبيرة جدا حاولت إجهاض الثورة، ولكن الوعي أو الحاجة إن صح التعبير الشعبي لمثل هذا الحدث اضطر إلى أن يحمل كل الوسائل الخاصة بالكفاح المسلح وغير المسلح. هو يعيش ظروفا هذه الأيام قاسية، لكنه من الصعب تجاوزه مهما كان الأمر، بالرغم أنه جرت أكثر من محاولة لتقييم هذا اليوم، ولكن لم تكن هناك قوة قادرة لتغييب الوعي الذي استطاع أن ينشره أو يبعث في أوساط الشعب أن يمسحه أي معتدي أو أي طامع أو أي سياسي لكي لا يأثر عليه مساره. فبالرغم من الوضع الحالي المأزوم والحرب القائمة، وكان في محاولة قبل عامين أو بالأخص قبل عام على محاولة طمس هذا اليوم واستبداله بيوم آخر، كان الحوثي يفكر أن يكون فيه هو يوم 21 من سبتمبر، لكن هذا من العسير على أي واحد يفكر في إن هذا الحدث. هذا موقف الآن اليمن، مواطن اليمني سياسيا ثقافيا لا يمكن أن يتجاوزه أي كان،
ويحاول أو حتى يعني الإعلان عن المساس به، يمكن أن يتعرض صاحب الفكرة التي يحملها إلى ما لا يتصوره أو ما لا يحمد عقباه هو. طبعا سبتمبر يحمي شعب كبير جدا، وكان يعني انطلاقة كبيرة جدا من التحرر من الاستبداد ومن الاستعمار، وخاض الشعب اليمني شماله وجنوبه وشرقه وغربه حروبا ونضالا طويلا حماية لهذه الثورة، وأيضا الثورة الرديفة ثورة 14 أكتوبر. فبالرغم من الصعاب أو بالرغم عفوا من المحاولات التي يمكن أن التي عملت والتي يمكن أن تعمل، لا يمكن لها أن تتجاوز هذا اليوم أبدا. نعم، إذن برأيك سيادة اللواء كيف تنظر إلى مستقبل الجمهورية اليوم؟ الما؟ مستقبل الجمهورية كيف تنظر إليه؟ ثابت، يعني ثابتة الجمهورية ثبات جباله، لا يمكن أن يتغير النظام الجمهوري أبدا، ولا يمكن أن يستبدل بأي نظام إمامي أو ملكي بعد اليوم أبدا، ولا احتلال أبدا. النظام الجمهوري ثابت وقائم وله أهدافه التي لا يمكن لأحد تجاوزها، وهي الأهداف الستة التي طبعا وإن كانت مختصرة في سطور محدودة، لكن رؤيتها لها أبعادها الكبيرة، وقد تحدث عنها كل مثقف وسياسي وعالم سواء مؤيد أو غير مؤيد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك اللواء المناضل أحمد قرهاش، أحد رموز ثورة 26 سبتمبر، أن خصصت لنا وشرفتنا هذا الوقت من وقتك. شكرا مرة أخرى باسم المساء اليمني لوجودك معنا. كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ محمد. هكذا هم ثوار 26 سبتمبر بهذه اللغة الثابتة، بالثقة الكبيرة بسبتمبر وبأنه لن يزول أبدا. جملة مستقبل الجمهورية ثابت، ويعني ثبات الجبال، لن تتزحزح هذه الجمهورية. كيف تعلق على حديثه؟ أنا أعلق للعودة إلى ثنائية كان يتمتع بها طلايع الحركة الوطنية الجمهورية ورفاق السلال والإرياني والنعمان، بينهم المناضل القرحش. الثنائية هذه هو أكدها في كلامه في حديثه عن الجمهورية. هذه الثنائية كانت تتمثل، أنا أعتبرها ثنائية ذهبية. أولا الإيمان بالشعب، ثانيا اليقين الثوري الجمهوري. كان لديهم إيمان عجيب بالشعب. البردوني في أحد أبياته وهو يقول: أفقنا على فجر يوم صبي، فياض حوات المنى أطربي، أتدرين يا شمس ماذا جرى، سلبنا الدجى فجرنا مختبي. كان أيضا الزبيري كان لديه: والحكم بالغصب رجعي نقاومه، حتى ولو لبس الحكام ما لبسوا. اليقين الجمهوري الذي أكد عليه المناضل قرحش، وأيضا الثنائية الأخرى هي الإيمان بالشعب، وأن هذا المكتسبات التي بيد هذا الشعب. وأنا قناعتي الشخصية، وكنت أتناقش ذات مرة مع الصديق العزيز مطيع دماج، قلت له ما يميز هذا الشعب أنه شعب المباغتات، وشعب أيضا المفاجآت، وشعب يعكس كل التوقعات. مثلا يعتقد أنه لن يستطيع أن يدافع عن المكتسبات الجمهورية وأنها لا تعنيه، يخرج ويدافع. يعتقدوا أنه بالإمكان الإنقلاب على مخرجات الحوار الوطني وعلى ثورة 11 فبراير، ومن قبل الجيش ومن قبل النظام العائلي ومن قبل أيضا أطراف دولية وإقليمية. عكست توجه المفاجآت كلها، كما عكس المفاجآت كلها في حركاتها المستمرة. من 48 ضربت، ثم انتفاضة في 55 ضربت، أخذ أنفاسه، ثم عاد من جديد لتفجير ثورة 62، وبدأ السلال بتأسيس التأسيس العسكري والسياسي للجمهورية، خنقوا الجمهورية من جديد بحصار السبعين. وتم سحب القوات مصر، ودخلت مصر النكسة باعتبارها كانت سند إقليمي لمصر في عام 67. أعتقد أن مصر بدخولها النكسة سيتم التخلي عن الجمهورية.
اليمنيين فايقوا المحيط الإقليمي العربي، فكوا حصار السبعين في الشمال وثبتوا مداميك الجمهورية السياسية والعسكرية، وحضروا لتحرير آخر جندي بريطاني من عدن في الجنوب في 30 نوفمبر، وعكسوا كل التوقعات حتى التي كانت في المحيط العربي. هذا شعب المفاجآت، وهذا شعب يظن الآخرين أنه أصبح حطام يعكس تينيق، يعني اللي هي تسمى العنقاء الحميرية التي تخرج من تحت الركام. نعم، إذا أستاذ محمد والسادة المشاهدين أيضا اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بكم وأرحب بضيفي مرة أخرى محمد، مرحبا بك مرة أخرى معنا. أهلا أستاذ آسيا. أستاذ محمد، يعني هناك تأسيس للجمهورية حصل في فترة السلال، له بعدان سياسي وعسكري، هل حدثنا عن هذا التأسيس خاصة يعني، ولننقل هذه الفكرة للسادة المشاهدين، يعني كيف تحولت الثورة إلى جمهورية وما الصعاب التي واجهتها؟ للحديث عن هذا علينا أن نعود إلى جذور الوطنية اليمنية الذي أيضا ذكرها الصديق العزيز مطيع دماج في مقابلة مع إرفع صوتك لقناة الحرة، وهي بداية نشوء الوطنية اليمنية في الثلاثينات. وأيضا نركز أيضا على الفريقين الذي خرجوا للدراسة في الكليات العسكرية، واتجه البعض منهم إلى العراق وهو المشير عبد الله السلال، ثم اتجه فريق ثاني إلى مصر وهو عبد الله جزيلان. هؤلاء كسروا العزلة التي كانت مفروضة على شعبنا في الداخل، بدأوا يتعرفوا على العالم، بدأوا يشاهدوا الإسفلت، يشاهدوا الكليات العسكرية، الكهرباء، أيوة، أدركوا أنهم انتقلوا من الجحيم إلى النور. والدول التي ذهبوا إليها ليست بالدول المتقدمة مثلا كما هو حاصل في أوروبا، كانت دول عادية عربية، العراق ومصر. فعادوا وفيهم صدمة الجرح الداخلي في الوقت الذي كان العالم يتحدث فيه عن الضوء وعن الكهرباء وعن التعليم، وتأسست جمعية أول جامعة تقريبا في إيطاليا في عام 1605. كان البلد الذي ينتمو إليه لا يعرف الشعب شكل الصبورة، ولا يعرف الشعب ما معنى الكتاب، ولا يعرف الشعب ما كيف شكل الملعقة، ولا يعرف الشعب كيف شكل الدواء، ويعيش الشعب في ثلاثية خطيرة، المرض والفقر والجهل. عادوا وبداخلهم حنين، فأرادوا أن يصفوا حساباتهم مع النظام الإمامي الاستبدادي. أنا أعود من العراق مثلا عبد الله السلال، وجزيلان عاد من مصر، فبدأوا في البداية يحملوا رؤية إصلاحية. الرؤية الإصلاحية كانت تتمثل في إصلاح النظام الجمهوري من داخله، وبداية رفع لافتة الدستور في ثورة 48. وهنا تكمن عبقرية الذات اليمنية، الذات اليمنية والمناضلين اليمنيين ورود الحركة الوطنية، كان سقف الطموحات السياسية أكبر من الظرف الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للشعب. رفعوا لافتة الدستور، وربما لا يوجد رسائل، يعني لا يوجد شهادة بكالوريوس إلا بعدد الأصابع، ويتكلموا عن مفهوم كبير جدا اسمه الدستور، وكانوا يواجهوا بشائعة دينية تقول أنهم جاءوا لاختصار القرآن واستبداله بكتاب يكتبه البشر. بدأ مباشرة المشير عبد الله السلال بالارتباط بالحركة الوطنية، وبدأوا يستمعوا، وبالذات الطلاب اليمنيين الذين كسروا العزلة وذهبوا. وكان ميزة الجمهورية أستاذ آسيا أنها تقريبا تختلف عن كل الثورات التي كانت طبيعتها عسكرية، أنها كان لها جناحين، جناح مدني وجناح عسكري. الجناح المدني سبتمبر كان يقودها النعمان ومجموعة من القضاة، القاضي الإرياني، محمد محمود الزبيري، شعراء، مثقفين، ودباء، شخصيات اجتماعيين بينهم مطيع دماج، أبو راس، كثير، محمد ضيف الله، أسماء كثيرة لا أستحضرها الآن، الجائفي ومهندس التحولات علي عبد المغني بدرجة أساسية، والجناح المدني. شارك السلال مباشرة في ثورة 48، وحينها تم زجة في السجن. وفي ثورة 48 وبعدها انتقم الإمام أحمد السفاح من خيرة رجال اليمن. أكاد أقول أن رجال اليمن في منتصف الخمسينات قد تم ضربهم مرتين. المرة الأولى تم تصفية خيرة رجال اليمن في عام 48، ثم تعرضت الجمهورية بعدها لضربة قاسية بعد ثورة انتفاضة 55، وتم ضرب العديد من الشخصيات المطاع، عبد الوهاب نعمان، شخصيات كثيرة مثلا الموشكي، كثير من الشخصيات. يعني يقول الكثير أن المخزون البشري ومن رجالة اليمن وطلائعه تم تصفيتهم مرتين، المرة الأولى بعد 48 من قبل أحمد حميد الدين الذي كان منتقم، وأسوأ ما ينتقم من المستبد هو ابنه
مثلا تجربة بشير الأسد وأحمد علي لوصول الحكم كانت ستكون دموية تشبه تجربة دموية لأحمد حميد الدين. هنا بدأ السلال مباشرة، أو ما ذكرت إليه في المقدمة هي مسألة قدر الجمهورية. كيف مباشرة تم إطلاق سراح السلال رغم تصفية العديد من رموز الحركة الثورية في 48 ليصبح داخل أحشاء السلطة ويقود انشقاق لمصلحة الجمهورية وهو من داخل أحشاء السلطة الملكية ويفتح مخازن التسليح أمام الثوار والجمهورية. وأكاد أجزم لو لم يتم فك النظام الملكي من داخله من قبل السلال كقائد عسكري محنك كان يرأس الحركة كان يرأس الحرس المدني تقريبا كان لن يستطيع أن يكتب للجمهورية نجاحه بالذات في صفيحة ثورة 26 من سبتمبر. فهنا تكمن العبقرية في أن السلال مر في مراحل التحول الثلاثة، التحول العلمي وهو درسته في الكلية العسكرية في العراق، ثم التحول السياسي بداية ارتفاضه في تنظيم الأحرار، ثم عودته إلى السجن مباشرة كأحد ثور 48 وكان الأمل بخروجه ضعيف جدا، ثم بعد ذلك يقود انشقاق من داخل الجيش الملكي ليصبح أحد طلائع ثورة سبتمبر في صبيحة 28 سبتمبر، ويتحول إلى القائد المؤسس الذي كتب بيده نهاية العهد الأممي ووضع حجر الأساس للمشروع الجمهوري. نعم جميل أستاذ محمد، يعني هناك يعني هو ظل يحكم من 62 حتى 67، ثم حدث الانقلاب في 5 من نوفمبر نفذ على القادة السلال ورفاقه. هل لك أن تطلعنا على أهمية هذا الحدث يعني في تغيير مجريات أمور البلاد آنذاك؟ أنا أعتقد أنه حصل تأسيسين مهمين جدا أو 3 تأسيسات، هو كان مشرف على أحد التأسيسين وأيضا ساهم في التأسيس الثالث، التأسيس الاقتصادي والتأسيس العسكري والتأسيس السياسي للمشروع الجمهوري. أما التأسيس العسكري فهو نقل المشروع الجمهوري من دائرة الفوضى إلى إنتاج قيادات عسكرية موحدة للجيش الجمهوري وتأسيس مجلس قيادة الثورة، وكان من ضمنها محمد ضيف الله وعلي عبد المغني الشاب الذي كان أحد خريجي الكلية العسكرية والذي كان أحد أيقونات ثورة سبتمبر أيضا. ثم بعد ذلك قام بإنشاء 3 هيئات، الهيئة الأولى كانت تسمى هيئة إدارة الجيش، والهيئة الثانية كانت تسمى هيئة الإمداد والتمويل، والهيئة الثالثة كانت تسمى هيئة التسليح العسكري العام. هيئة العمليات الحربية كانت أعلى سلطة عسكرية بعد القائد العالي القوات المسلحة عبد الله السلال، وعمل حاجتين. الحاجة الأولى فتح الجيش لكل أبناء الشعب بعيداً عن الامتيازات الطبقية. 2 التأسيس الأكاديمي للجيش من خلال فتح الكلية العسكرية لكل أبناء الشعب بعيداً عن الطبقية العنصرية التي كانت حكر للسلالات بعينها الكلية العسكرية، ففتحها لكل أبناء الشعب. منها خرج عبد الرقيب عبد الوهاب الذي أصبح رئيس هيئة الأركان العامة، منها خرج العديد من الضباط العسكريين، منها أيضاً خرج العديد من قيادة الكتائب، منها خرج أيضا العديد من الأبطال الذي كانوا هم الذين دافعوا عن مشروع الثورة في أثناء حصارها في 67. أما التأسيس السياسي وهذه كانت تكون في عبقرية الثورة اليمنية دون غيرها، في أنه كان هناك كيان سياسي. الكيان السياسي هذا مثلا هي الوجوه الجمهورية السياسية. الوجوه السياسية الجمهورية مثلا كانت تمثل الجناح الاجتماعي وهو عدد من الرموز القبلية الذي كان لهم دور في المشاركة في الجمهورية، وأيضا مجموعة من القضاة الذي كان من ضمنهم القاضي عبد الرحمن الإرياني، القاضي الحجري، الأستاذ أحمد محمد نعمان، القاضي محمد محمود الزبيري وهو كان من أحد رموز الثورة. ثم بعد ذلك التأسيس الاقتصادي والذي كان في هذا المرحلة شخص وهو أيضا مجهول تعرض للتغييب القاسي، عبد الغني علي. عبد الغني علي هذا هو أول من أسس البنك المركزي وهو العقل المالي والعقل الإداري، بدأ أنشأ معهد اسمه المعهد القومي للعلوم الإدارية من مكان بسيط. يعني سنستعيد هذه الذكريات أستاذ محمد بعد أن ينضم إلينا أيضا بعد على الهاتف يحيى الثلاية. مرحبا بك أستاذ يحيى. فقدنا الاتصال، سنحاول مرة أخرى. أستاذ يحيى، تحدثت أستاذ محمد عن كثير من اللافتات أو يعني الرموز الذين شاركوا السلال تلك المرحلة، ولن ننسى طبعا أحمد حسين المروني، أحمد البراق الذين كانوا ربما هم أول من اشتركوا مع السلال في البداية تعمقت صداقتهم. هناك أيضا البراق، الحورش، محي الدين العنسي، الزبيري، كثير من الأسماء، محمد قاسم أبو طالب، القاضي محمد
محمد الخالدي، كثير من الأسماء ربما لن تحضرنا جميعها، ولكن أستاذ محمد يعني عند نعود إلى انقلاب 5 نوفمبر كيف شكل تحول أو غير مجريات الأمور في البلد برأيك؟ أنا أعتقد أن الجمهورية مرت بإرهاسات كثيرة جدا، كانت أولا محيط جمهوري في مجتمع كانت القابلية للتحول الجمهوري ضعيفة، حضور إقليمي مثلا كان يمثل مثلا كثير من التداخلات، محيط أيضا ملكي كان يقف على الضد من المشروع الجمهورية في شبه الجزيرة العربية، أيضا الثوار بشر ليسوا ملائكة، خلافات داخل الصف الجمهوري مثلا، من بينها مثلا حضور العديد من الرؤى الفكرية داخل مشروع الثورة ذاتها، وهي كانت جزء منها تعكس التنوع داخل المشروع الجمهوري وجزء منها تحولت إلى إشكالية، من بينها أيضا مثلا من كان يؤمن بالتغيير الإصلاحي وهو تيار مدني معين كان يؤمن أن المصالحة مع الملكيين وأن التغيير الإصلاحي التدرجي هو المدخل، بينما كانت رؤية السلال والعديد من الثوار أنه لابد من تغيير جذري مباشرة، وأيضا حضور أكثر من جناح، جناح كان محسوب على البعثيين. نعم، إذن اسمح لي بالمقاطعة عذرا منك أستاذ محمد، يعني عاد إلينا يحيى الثلاية الصحفي والناشط السياسي عبر الهاتف من مكة. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء الخير أستاذ. أهلا بك معنا أستاذ يحيى، ونحن نحيي ذكرى ويعني تخليدا لذكرى المشير السلال، برأيك ما الذي يعني إحياء رموز سبتمبر في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد؟ مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهديك على الأخ العزيز محمد الموجود في الاستديو، والتحية والتنبير للتحدث السابق والدنا الكريم اللواء أحمد قرحاش، هذا السائر والمناضل السبتمبرية الجسور الذي نفتخر أن يكون الليلة معنا من بلدية رواد سبتمبر. اليوم الحفل الاحتفال الشعبي والطوعي الواسع الذي تشهده البلاد سبتمبر في عيدها 54 بعد أن عاد أعداء سبتمبر إلى صنعاء دليل كافي على أهمية ما تمثله الثورة. في السنوات الأخيرة وتحديدا من قيام الوحدة كان هناك توجه مبسوط من قبل المستفيدين من قبل الإمامين وعصرتهم لإخماد الحس الثوري في نفوس الإمامين، وحاولوا تشويهه وحاولوا بعد ذلك استنساخ التوريث الذي كان ضده الجمهورية العربية اليمنية في عام 1962، إما الذين كانوا يبشرون بولي العهد أحمد أو بعودة الإمام أحمد. هؤلاء كلهم ساهموا في محاولة يعني الإساءة للضخم الثوري ولسبتمبر ولنضالاتها وتحويلها إلى ضيعة خاصة، وهو أيضون للحديث المزيد بهذه المناسبات لا أكثر. اليوم منذ بداية الشهر يحتفل اليمنيون كلهم ويتغنون بثورة سبتمبر العظيمة، أحد أعظم ثورات التاريخ، أو كما يسميها الأستاذ خالد الرويشان ثورة الألف عام. هذا الاحتفال الواسع ليس إلا دليل لما تعنيه هذه الثورة وما تقوم به قنوات وسائل الإعلام هذه الأيام، هو دليل وإنعكاس وصدى لإسلام الناس بهذه الثورة العظيمة، الثورة الأم، أيقونة أحلام اليمنيين وعجز نضالهم. أستاذ يحيى، ما هي رمزية أن يكون أحد أبناء الشعب البسطاء رئيسا للجمهورية بعد حكم إمامي يعتمد على النسب والسلالة برأيك؟ لا شك أن هذا كان هو التحول الأهم والثمرة الأبرز لثورة سبتمبر. تعلم أنه في عام 48 كلما استطاع الوصول إليه الثوار هو أن يقنعوا عبد الله بن أحمد الوزير، وهو عد أعوان الإمام يحيى لمساعدة ومن الأسرة الهاشمية التي تظن في ذلك حقا دينيا بأن يتولى الإمامة. في عام 55 المقدمة الثلاثة ورفاقه أجبر الإمام أحمد عن الولاية عن التنازل عن الولاية وأسندوا لعبد الله أخيه. يعني كان هناك إشكالية ترسبت في عقول اليمنيين الألف عام أنه لا يجوز أن يتولى الإمامة إلا هاشمية هؤلاء الذين قدموا من الرس في عام 284 هجرية، لكن ثورة سبتمبر جاءت بابن صنعاء البسيط المتواضع المكافح المزارع عبد الله بن يحيى السلال ليصبح رئيسا للجمهورية العربية اليمنية. هذا كان أهم تحول في تاريخ اليمنيين وأهم تحول في الفكرة الثورية لليمنيين، ولذا نجحت الثورة والتف حوله الناس. ولكي أن تعلمي مدى الإشاعات والسقوط البذيء الذي مارسته فيه الإمام مارسته فيه الإمامة أنهم ظلوا يعتبر، وكما قال أحدهم رحمه الله مهما كان
الاشكال ان الدوله اخذوها اولاد الشوارع او عيال السوق في معنى كلامه، وهو من الذين ماتوا في الفتره الاخيره. هذا كان يعبر عن انزعاجهم من تقرير مصير اليمنيين مصير البلاد بيد اليمنيين انفسهم. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الصحفي والناشط السياسي حياه الله، كنت معنا عبر الهاتف من مكه المكرمه. اعود اليك استاذ محمد، برايك يعني في ظل هذا الوعي المتنامي، هل يمكن ان تنتقل الجمهوريه من الشعارات الى مشروع فكري وطني؟ هذا هو الجوهر الاساسي. الجوهر الاساسي ان تتحول الجمهوريه من مشروع عاطفي الى مشروع عقلاني قائم على الرؤيه. والرؤية هي تنطلق من المبادئ الستة، الأهداف الستة لثورة سبتمبر، الأهداف الستة لثورة التي كانت تعتبر خلاصة سبتمبر وأكتوبر. جوهر الثورات اليمنية، نضال الحركة الوطنية تاريخيا كان نضال سياسي، النضال السياسي قائم على تكريس نظام النظام الجمهوري، حكم الشعب نفسه بنفسه. أيضا العدالة الاجتماعية على المستوى الاقتصادي. ثانيا أهم نقطة خطيرة يجب أن تتحول فيها المشروع الجمهوري من داخل مشروع الدولة، هي فكرة النزاهة للسلطة الجمهورية. السبب تآكل المشروع الجمهوري ونمو الثورة المضادة وعدم لمس الشعب في حكم 33 عاما لفائدة الجمهورية، وأدى إلى أن الإمامين يقولوا إيش الذي عملته سبتمبر، هو الفساد، وبالذات الفساد في مؤسستين خطيرتين أو ثلاث مؤسسات إذا جاز للتعبير. الفساد داخل مؤسسات القضاء وحرمان الشعب من أهم قيمة سبتمبرية خالدة، كانت هي قيمة العدل والمساواة بين كل أبناء الشعب، في أن يقف ابن الشيخ، ابن التاجر، ابن المواطن البسيط، ابن الفلاح، سواء أمام القانون لسبب بسيط. جوهر العدالة وجوهر المساواة التي جاءت سبتمبر من أي تحقيقها هي أن تكون هنالك مساواة قانونية، لا تكون بديل للمساواة الاجتماعية ولكنها مقدمة لها. فالفساد داخل مؤسسة القضاء وساهم فيه كثير من القضاة السلاليين، كان هدف منه ضرب قيمة العدل كقيمة خالدة لمسها الشعب من تحولات ثورة سبتمبر. أما الفساد الثاني وهو الفساد الاقتصادي، والفساد الاقتصادي أنتج جملة من الطبقة الرأسمالية والنافذة والفاسدة الذي احتكرت المصالح، والمصالح الاقتصادية في جوهر سبتمبر وهو الهدف الثاني كانت تنص على أن يكون هنالك اقتصاد أفقي، والاقتصاد الأفقي هو عدالة اجتماعية في الحد الأدنى لكافة أبناء المجتمع. ولاحظتي مثلا أن في الهدف الذكي الذي تم صياغته في سورة سبتمبر يقول رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا من خلال التعليم ومن خلال الاقتصاد. أما الفساد الثالث التي تم ضرب المشروع الجمهوري فيه وهو الفساد داخل أهم مؤسسة حامية للمشروع الجمهوري وهي مؤسسة الجيش، الفساد الإداري من خلال ضرب قيادة الجيش وجعل العقيدة الجمهورية خاوية في أعماقهم والولاء للأشخاص، وتحويل كثير من المؤسسات الأمنية إلى قيادة عائلية قائمة على فكرة التوريث. محمد، يعني قبل أن نختم، يعني ملاحظة لاحظناها جميعا أن هناك وعي جمهوري كبير بين يعني أوساط الجيل الجديد، وعودة كبيرة لهذا التاريخ والاحتفاء به بصورة مغايرة عما كان يفرض علينا في السابق، ونشعر بأنه ثقل ربما لم نفهم ونستوعب مدى أهمية 26 سبتمبر إلا في هذه يعني الأيام التي تقع فيها البلد تحت سيطرة الانقلابيين والذين هم بكل الصور يعني مرتبطين بعهد الإمامة. أنا أعتقد أن الإمامة هو يتحاول أن تنتج سبتمبر مضاد، كانت قد أعادت الشعب إلى أن يتعرف على عافيته وأن يواجه مرضها التاريخي. وأنا أعتقد أن نحن الآن نعيش مخاضات ثورة فكرية قائمة على أساس الفكر الجمهوري والقومية اليمنية، ستعجل التكنولوجيا من سرعة هذه الثورة الفكرية، وما نعيشه اللحظة هو مخاضات لميلاد هذه الثورة الفكرية التي أرى ملامحها قادمة. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والناشط السياسي محمد المقبلي، وبإذنه تعالى أن نرى ليس فقط ملامح وإنما صورة واضحة وكبيرة للجمهورية التي ننشدها. شكرا لكم أيضا متابعينا الكرام لحسن مشاهدتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.